في دولة قدام الشريعة الإسلامية وعايزة تخش دولة مسلمة، دولة مسلمة تماما، ممكن تكون معسكرة في التفريش. اصبر يا حبيبي، أنا أسألك سؤالا، أين هذه الدولة التي تقيم شريعة الله؟ دستورنا هو قرآن، كان والآن سوف يستمر للأبد، ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. أين هذه الدولة التي تقيم شريعة الله وأعلنت راية لا إله إلا الله وأن قانونها الشرعي كتاب الله وسنة رسول الله حتى نذهب إليها؟ أين هي؟ وهي أصلا إذا كنت تقصد شيئا فهم علمانيون مع بعضهم، علمانيون وديمقراطيون وليبراليون، أليس كذلك؟ ممكن أكلم حضرتك وقت ثاني؟ لا، أنا عارف الوقت الثاني والثالث، هي كده الوضع، علمانيون وديمقراطيون وليبراليون، هذه القصة، صح كده ولا أنا غلطان؟ السلام عليكم، بس خلصنا، سيرمي إلى شيء غير موجود. السلام عليكم. هذا لا يجاب ولا يجاب. هذا متجني ويريد أن يغطي الشمس في رابعة النهار، مثل هذا لا يجاب، هذا صاحب هوى، ولن تقنعه مهما قلت. الدولة ولله الحمد قائمة على الكتاب والسنة، دولة شرعية قائمة على الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة، وليس من شرط ذلك الكمال، النقص موجود، ولكن الحمد لله ما دامت العقيدة على العقيدة السليمة والمنهج على الكتاب والسنة، وإن حصل بعض الأخطاء وبعض النقص. نعم.